اليوم ما رجعهملوش. دونك المحاسب نتاع الهلال السعودي مشى تحول زاد نهار بعد ما الديليغاسيون كل روحت هو زاد نهار كان يتصور اللي باش يجيه وباش يرجع له الفلوس خاطر قال له اوكي نرجعهم لكم بعد ما عادش يهز عليه التليفون. مشى شكى عمل شكوى في السفاره نتاع السعوديه والمحامي نتاع السفاره اتصل بالجامعه فهمتني وسنة عاود رجع بالزمة وعاود شكى لوزارة الشباب والرياضة ومشكورة شيف دو كابيني مدام السوتي اللي قبلتنا وسمعته هو فهمته وخذيو الحكاية اللي تقال وما تقالش. مي الفلوس تسلمهم رئيس الجامعة فراس فالح هو اللي يحكي اي كان يقول فيه سي يوسف محفوظ باهي ابقى معنا اسمع وسامحني اسلام زاد فما حاجة أخرى فما أن أنغوجيسترومون موجود نتاع المحاسب نتاع الهلال السعودي ديجا تقال هذا الكل هو مش كان هو حتى ليزيكيب الاخرين الكل ينجموا يشهدوا ويقولوا اللي هو اللي قبض الفلوس ما فماش شريكه قبل الكل. باهي تبقى معنا اسماء ما يسالش بالتليفون موجود معنا ايضا زميلنا الصحفي مختص في الكره الطايره بالتلفزه الوطنيه التونسيه اسكندر الحجام عنده ما يقول بخصوص الكلام اللي تقال هذا الكل. اهلا بك اسكندر. مرحبا يا اسلام مرحبا تحيه لك بطبيعه الحال تحيه لصديقنا سيد يوسف محفوظ. مرحبا. موضوع بصراحة سمعناه عنا مدة وحبيت ندخل كمختص في الكرة الطائرة كابن العائلة الكبرى للكرة الطائرة الموسعة وكلنا كلنا اللي دخلوا الناس كله سيس محفوظ يعرف بخبرته انه معناتها نبقاو الناس كلنا ابناء العائلة الكبرى للكرة الطائرة. من عاش اسلام تمنيت انه يكون الحديث حول سبل تطوير الكرة الطائرة في تونس. تمنيت انه يكون الحديث حول إعادة إحياء ومجد الكرة الطائرة في تونس اللي غابت منذ سنوات. تمنيت أن يكون الحديث حول رياضتنا التونسية والخدمة الوطنية كيفاش تكون. يعني لما نسمع موضوع كيف هكا هو موضوع قضائي بحت يندب له الجبين بين أصدقائه في نهاية المطاف يوسف محفوظ سفيراس فيل أو من شخصنوه المثلة هما في نهاية المطاف يعني التاريخ عندهم من الصديقة والعريقة الوطيدة تبقى في هذه الوضعية في مثل هذه الوضعيات. والله صدقني يعني كما سيوسف أنا بدي سمعت حتى من خلال برنامج حقائق الأربعة ونقول لأني برافو على الفيتير اللي صار لأنه فيتير يخوف أكثر من فيل المنتشرة. يعني فيتير مرعب فيتير خرج الجامعة السارقة ومتواطئة مع شكون؟ مع وزارة الشباب والرياضة. شو معناتها؟ يعني الشباب والرياضة طفيت الضوء متواطئة يعني لا هيبة ولا ما نتصورش كان المسألة يعني بسيطة لهذه الدرجة. فما فاتورات أنا مش أنا راني مانيش مختص في الأمور هذه إسلام أنا فقط حبيت أحكي بصفة عامة لا لوم لا على سيوسف لا لوم على الجامعة ولا لوم على حد حد أنا لوم على الوضع بتاعنا الراهن. كنت نتمنى أنه نحكيه ممكن أنه حاليا استرجعنا الرياضة الإفريقية على مستوى الكرة الطائرة فزنا بالبطولة الإفريقية ورجعنا الرياضة بتاعنا على مستوى الأندية كيف نادي نشاب قداش فاز بالبطولة الإفريقية بعد غياب من الثمانينات للنادي الإفريقي أول مرة النادي الرياضي الشيخ يفوز بالبطولة العربية للأندية حاليا مش نظموا كأس أمم أفريقيا جويلية في تونس سكندر. كأس العالم لأول مرة في تاريخ تونس باش نمشيو لجابون المونديال هذه أحداث وكنا عادين المونديال في إيطاليا لو أنه ما فزنا حتى لقاء ولكن كانت على الأقل زوج مباريات كان فيها مردود مشرف هذه الجزئيات هذه هذا نتصور من مسؤولية مشمولية القضاء واضح يعني اسكندر يعني لو انه اي حسين تظلم مالي كانت وجه القضاء أي من حق اسكندر اكيد تعرف انت حتى الاعلام زاد سلطة رابعة لازم نتناوله مثل القضايا هذه جست هو يكون عنده الكلمة واضح وهو اللي باش يصدر قراره مش نحن بالطبيعة اسكندر انا نحب نسالك سؤال انت باش اما خذينا سي شكيب ابو سليم رئيس فرع كرة الطائرة في الترجي وسيمين بن علي رئيس فرع كرة الطائرة في النجم الساحلي تقريبا الزوز متفقين انهم دخلوا في البطولة العربية نتاعهم 280 مليون في حين الجامعة صحيح. دخلت المبلغ اللي جاء في التقرير المالية 50 مليون معناها الديفيرينسا حوالي 230 مليون انت باش تفسرها الديفيرينسا هذه اسكندر؟ المشكلة تو هو سيوس محفوظ اقر في المسألة هذه هو المال ولو انه يعني كنت تحت وانت زوز اسئلة واضحين علاش انت بالذات كانت تحدثت عن الموضوع هذا قال كان الامين المال من حقه باش يحافظ قال لك باش نكفر على روحي يعني باش نحمي نفسي عندك حق ولكن تحمي نفسك امام القاضي هذه الاولى ثم المسألة الثانية يوسف يعني هل هناك خلاف بينك وبين فراس ولا مسألة التخلي عن كمال رقية يعني ممكن الخلاف الحاصل بالأمور هذه هل أنه الجامعة التونسية للكرة الطائرة هي الوحيدة اللي نظمت البطولة العربية معلومة نضيف لك اسلام باش تبدا أنت في بالك كصحفي ديما نجاوب ما غير من شخص المسألة الاتحاد العربي للكرة الطائرة لا يعترف سوى بالاتحاد المحلي لما نقول الترجي عم تنزيه على الجامعة أنا نصلح نقول الترجي اتفقت مع الجامعة أفضل بكثير والاتحاد المحلي هو اللي
عنده معناتها هو المعترف به الوحيد من طرف الاتحاد العربي لكرة الطائرة. يعني الجامعة لها الحق انه تنظم بنفسها او انه تمنح الفريق محلي، هذا باش نبداو واضحين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الهلال السعودي، الهلال السعودي مش عارف بالضبط شو الخروقات اللي صارت. اللي نعرفه فقط ثم اعتذار هبط من الاتحاد العربي لكرة الطائرة إلى الجامعة التونسية لكرة الطائرة، فاعتذار على ما صدر من جانب الهلال السوداني، ثم توبيخ الهلال السعودي ثم لعبيتك، ولا حتى كما قالت أنت يعني جايدين ثلاثة، يعني المفروض 18 21 كان ممكن تلقى حل ترموها لميابل. هو تقريبا السعر لما تفوت 18 السعر يتزاد، ما عادش يولي 80 دولار، يقول لي أكثر تقريبا 150 ضعف، ما نعرفش بالضبط. يعني علاش قلت لك أنا اللي ديتاي هذوما يلزمهم إكسبير كونتابل، وفي الأمور الأخرى يلزم رجل قانون. ولكن كإعلامي شوف كل فما جزئيات بسيطة، الوزارة وزارة شؤون الشباب والرياضة لا أعتقد أنه تغافلت لأكثر من سنة على موضوع في في في, في, في القساوة نتاعه هذا، لأنه الوزارة قبلت الورقة بركة اللي عداوها هذيك في الحقيقة أربعة، ما فماش فاتورات، ما فماش دي ديتاي، ما فماش لهالدرجة مع تنسيب مع يعني في بعض الأحيان إسلام وهو يعرف راس يوسف يعرف معناتها اللي هو قدم الفاتورة هاو مش خالص وهاو يعني إيش تلكلنا ولد الفولي وكلنا نفرحوا كي نزلوا الفولي والكل كي نزلوا الكرويات والكل نفرحوا كي نظموا كوبيمون. بخصوص موضوع بخصوص موضوع الهلال السعودي اسكندر مليون معنا اسباب بن شعبان مال مش ولا فيما يخص هذيك، فيما يخص تنهار الزيت اللي هو تحط على برشا برشا ديزيكيب اخرين، معناها مش كان بخصوص الهلال السعودي، هو الهلال السعودي خلاف السته هذوك فما ليله زيت سعوده. واضح. بس يوسف شنو تحب تعقب على كلام اسكندر؟ نسلم على اسكندر حجام. مرحبا بك اسكندر. اسلام يوسف معك اسكندر. اسلام راني انا يوسف، انا راني ما سمعتش المذيعه نتاع اسمر حتى تو مش قاعد نسمع في الرساله. مسال اسكندر يوسف محفوظ نحكي معك اسكندر نتاع تخدم في فدراسيون تونيزيان دو فولي بول. برشا اسكندر شعور متبادل خويا اسكندر، وقلت لك انا نحيي فيك غرامك بالكره الدائره كاعلامي. تبقى انت تو جي لامبرسيون اللي تحكي بكاسكيت نتاع تخدم في الفدراسيون تونيزيان دو فولي بول كوم اتاشي دو بريس، خاطر انت في بالي بك اتاشي دو بريس على الفدراسيون تونيزيان دو فولي بول. اداره الاتصال نتاع الجامعه التونسيه للكره الطائره لا تقتصر على شخص، انا صحفي مختص في الكره الطائره وانتمي الى لا ملحق صحفي للجامعه التونسيه لكره الطائره. مش هذا سي يوسف الموضوع. اما انا سامحني سامحني والله انا حسب اللي عندي في مخي. مثال اسكندر، انا تو عندي شبهه فساد مالي، كيفاش يعني كيفاش ناخذ كره الطائره نحكي مازلنا ما نجموش نتعداو؟ انا جو سوي ريسبونسابل بين على راهو ما نجمش نسكت، انا مسؤول. انا عندي غير على الجامعه التونسيه كيما غير على الكره الطائره، انا عندي غير على الجامعه التونسيه كره الطائره. هذا اتهام ايضا الوزاره زاد كيف لا الوزاره سي عملت صحه الوزيره السيده الوزيره، قلت كنت تحقق بديك الاسلام، قلت له الصباح صحه الوزيره في قرار تاع اوديت للجامعه التونسيه كره الطائره صح قبل ما تعدى بارازار هكا قبل ما تعدى الحصه نتاع الحقائق الاربعه. يعني هكاك الوزاره صحه الوزيره صحه تقرير باش تعمل اوديت للفيدراسيون هكاك من فراغ ما فما شيء. خبر هيل لما فما اوديت خبر هيل فنكشفوا على كل هذا ما تصورش من فراغ يعني صحته الوزيره. ولكن فما خوارق خلينا نكشفوه. طيب جدا بيان سور فما اوديت فما تحقيق فما قضاء، هذا يعني اللي تحقق فصل الاتهام او من وقع اتهامه ما تزال بكري حتى نشوف القضاء نشوف التحقيق. انا فما 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 الفولي وتعرف انت سيوسف على ابواب هل هناك وقت حاليا باش نقعد انا انسان مسؤول في الجامعه التونسيه وتريزوري جنرال سليمان يلزمني نعمله. اذا كان انا السيد عنده عام وما حسبناش على الرابور فينونسيي نتاع البطوله العربيه اش عملت جابت مفروض عليا انا نتحاسب نهار اخر. انا يلزمني نحمي روحي ونحمي الجامعه التونسيه زاده. فهمتك انا معاك يا سي يوسف راهو معاك. يعني ما عملت حتى شيء انا ما مشيتش القضاء انا مشيت سلطه الاشراف راهو. فات ايامات خطيره راهو هذه فات ايامات اذا كان فما سرقه معناتها راهو امور خطيره جدا. انا يا اخوي القضاء هو يقول سارق ولا مش سارق، انا ما قلتش سارق عندي شبهه فساد. انا قلت لك اسكندر قلت لك عندي شبهه فساد، انا قلت مانيش انا سلطه قضائيه باش نقول للراجل سارق. انتم انا نعطي معطيات انتم ابو دو جوجي والقضاء طبعا. ولكن هاك ريت انت كيفاش كثر الحكايه اقسم بالله تفرش في الدشره تفرش فيها يا هو يخوف اكثر من فيلم الدش. والله اقولها بكل صدق يا سيوس رانا وليد الفولي كلنا معناتها حتى اللي نحن حتى اللي نحن انت باش تحمي روحك فيه حتى اللي نحن وليد الفولي ساعات نقول بينه وبين روحي يقول اللي وصلنا له فضيحه يعني اللي وصلنا له فضيحه يعني نفهم منك بكل صدق القضاء يقرر يقول هذا راهو سارق او هذا فاسد مالي او هذا كذا يا خويا يا خو مش لازم واحد يتحمل مسؤوليته هذا متفقين فيه. اما معناتها فريمون انا اللي ريت وانت تخدم بقلب ورب وريت خدمت بقلب ورب وشفتني ومشينا قبل ايوه وصيفي راه في نفس الشيء يخدم قلب ورب. والله يا سي يوسف اتكلم بكل صدق الناس قاعده تخدم وفما انجازات بارقام مش انا نتكلم يا اخي شو تكون تفريق من مصر هكاك ولا اي سامحني الانجازات زاد ما يلزموش ما نسبوهاش نحن وحدنا راهو راهو ناس خدمت قبلنا راهو ما يلزمش نسبوها لنا احنا راهو شو بنا تفريق ما تجيش راهو مستحيل
اي كنت فيك ما تجيش تقول لهم ما راهو ما نكبوش الحدث يعني. وهو كان معنا في البيرو فيدرالي اللي فات لو تعرف انت ناس خدمت يعني. شوف انت انت نورمالمون انت بيدك تساعدك الترونسبارونس نحبوا نخدموا دون ترونسبارونس. اي تو تو نورمال تو نقعد انا عام باش نسمع اش عملت البطوله العربيه اون توك تريزور جينيرال اش عملت جابت جدرت مداخيل الجامعه التونسيه فيها قضاء صحيح يشد شويه وقت صحيح ياخذ برشا وقت فما اوديت فما اونكيت انت هي. عملت كل الرجه هكا اعلاميه باهيه زيد ساسيبي حلوه مانيش انا سعيد راني جريت للاعلام راهو عيطوا لي الاعلام راهو وانت ديجا دافع على روحك ما كل رمق ومن حقك هذا هذا هو انا حكيت لك انا من شخصي كولد العائله الكبيره اخي انا سبحان الله انا ونحسب بابا وام واخواتي اي واحد صار فيه مشكله الكل نتبات نفس الشيء يعني انت نفس الشيء انا في نفس العائله الكبرى تاع الكره طايره كي نسمع اخبار كي هناك انا بدي نحزن معناتها كل شيء الوضع هذا معناتها فريمون معناتها ساعات فما حاجات كويزينا انترن ساعات معناتها حتى لو كان فما خروقات فما القضاء ثم بعد بطبيعه الحال اسلام ولا انا ولا اي اعلام اخر اعلامي اخر نشروا الخبر هاي سيدي راه فلان طلع سارق وراه القضاء حكم عليه كذا وراه معاك في هذا في هذا معاك 1000 مليار في المئة واضح حاليا توا خذيت صداقة انا ما صدقني يا سي يوسف صدقني انا نطمح لا يهمني في شيكات وهذا من شان القضاء ولا يهمني في الحسابات هذا اكسبير كونتابل وانت امين ماله تعرف هذا ولكن زاد في نفس الوقت يمني الفولي بول شنو قاعد انا في المشاكل هذه وعندي كوب دافريك نارين في جويليا عندك كوب دي مونت كادي زمن نور وتونس عندك راي وطنيه لازمك تدافع عليها عندك مش الجابون تاع العائله نتاع اي هذا ما يمنعش هذاك هذا ما يمنعش هذاك اسكندر زاد راهو لازم لازم الاعلام يتناول المواضيع هذه ما فهمتش ايش تلوم على الاعلام انت اسكندر ما له تقرير اللي تعدى في الحوار التونسي واني اعلامي وما عندي حتى مشكل معاه متاكد انه التقرير مغلوط بنسبه كبيره او منقوص بنسبه كبيره فهمت شنو اقصد ولا اسلام يعني راهو نتناول راهو نورمالمون نورمالمون اذا كان التقرير هذاك صحيح راهو راهو معناتها خطير ياسر دونك اذا كان هذاك التقرير اكد لك اللي هو صحيح في باله وما عملش شيء اكد لك اسكندر التقرير تخدم على راحتك شكون صحيح مال اخويا التقرير صحيح ولا الناس تخدم على راحه وانجازات وبطوله افريقيه عطيني ليه عاد شديتي في انجازات البطوله الافريقيه اسكندري عايشك من فضلك كمان نعاود لك مره اخرى راهي البطوله الافريقيه ما جاتش في فتره نتاع 6 شهور اللي طلعنا فيها احنا عايشك من فضلك فما ناس داولت على الخدمه راهو قبل راهو فما اداره فنيه خدمه فما مسؤولين قبل رؤساء جامعات خدموا راهو شكون كان في هذا؟ شكون كان في هذا؟ قلت لي ليه ثم الانجازات؟ اي كيفاش؟ الانجازات يلزم يلزم خذوا طرف على شبهه فساد مالي هكا؟ لا لا معقولة. لا يا سيوس يا سيوس الكوب الافريقي اللي حكيت عليه انت كنت موجود فيه انت كنت في مصر وانا مشيت على حسابي مصر وتعرف مشيت على حسابي مصر احنا الناس الكل مشيت على حسابي مصر في بالك بها الحكايه انا ومدير فني مشينا على حسابنا راهو في بالي انت وكان في بالي ما عندناش امكانيات مشينا على حسابنا وضيفنا الاتحاد الافريقي في النزل وقت في الفندق يا سيوس يا سيوس يا سيوس ما نجيش في بابلي جيبش نقولوا انا معاك في نفس الخط انا لا الوم على الحيثيات انا اللوم على الطريقه فقط خساره قلت انا كابن العائله الكبرى الكره الطايره خساره وقت اللي نسمع اخبار كيف انا هكا ماذا بيا القضاء يبت في المساله هذه ثم لكل حادث عادي هذا هو خلنا نوروا الراي العام انا واحد من الناس عندي قلت لك الراي العام مش باش ياخذ قراره راه القضاء ياخذ قراره يا سيوس اي ما لازم العباد تعرف يا اسكندر ملا ملا سامحني ياخذ فما قرارات نوروا سلطه الاشراف نحكيو على الدوله راهو هاي بالدوله شوف نحكيو على وزاره شؤون الشباب والرياضه اسمع ما دخلنيش في السياسه وزاره الشباب والرياضه شوف هاي بالدوله تو مشكوره الوزيره الجديده سونيا بشيخ يعطيها الصحه تعاملت كل جديه تو ضيف اسكندر تفضل اي اي لا لا انا فقط حبيت معناتها نخدم تو سلامه اي اي اه حبيت نقول حاجه فقط هو يعرف سي يوسف معناتها معزته عنده اولاد الفولي بول كل وانسان معناتها قدم الفولي كثير واذا مش رمي ورود هذا يعرفه تبقى الله غالب الله غالب اللي وصلنا الامور هذا احببنا امكاننا نقولها على عاتق هو الخلاف الحاصل فقط صحيح باش يحمي روحه سي يوسف انا معاك في هذا اي انسان معناتها حتى سي فراس من شيته زاد معناتها قال انه عنده دوسيات وباش يقدمها وقال لولا ما عندوش على خاطر الضخمه من هذه المسابقات وهذه لولا هذه الضخمه كان باش يقدم الدوسيات وقدم الملف معناتها لوزاره شؤون الشباب والرياضه وشوف الشباب والرياضه تاخذ موقفها يندرى سيتم تقديم ملفات هذه وشبهات الفساد هذه للقضاء او هذه المعلومات اللي عندي ومعك راني سي يوسف حامي على روحك الى اخر تبقى توا عندنا مسابقات من طراز رفيع تونس قاعده تظهر عالميا كوب دافريك كوب دي مونت ماذا بينا لو كان نخليو القضاء يخدم ونخليو نحن نتمنيو التتويجات واضح اسكندر واضح اسكندر امان سيتو بلي امان اسكندر ما يجيش هكايا اسكندر امان ما يجيش هكايا عندي ملف واضح سيوس قول لي انت مش وقته فهمتك سيوس ما يجيش اسكندر هكايا واضح يعطيك الصحة يعطيك سيوس ما تفهمش قصدي بالغلط انا عطيتك المعلومات شنو كل صدق نحكي لك وعمري ما نلوم عليك بالعكس انت من حقك باش تدافع على نفسك هذا يعطيك الصحة اسكندر الحجام على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها به سي يوسف قلت لي ظهر لي مثلا عندك حاجات تحب عندي معطيات خلينا قريب بينا الوقت وضيعنا برشا وقت شوف السيد هذا انا في التحقيق اللي عدته الحقائق الاربعه قال دخلت في الكونت نتاع البينا 140000 دولار
اللي قيمتهم 329 ألف دينار، وقال أودع في الخزينة 172 ألف دينار. أنا خزينة أودع فيهم 172 ألف دينار. هو معلوم كونه ساشون كل روسيت كلها أون دوفيز قبلها، هو من المفروض يكون قبل 240,000 دولار. كيفاش يقول أنا عندي في الخزينة 172 ألف دينار؟ كيفاش هذوما يقبض أون دولار وين صرفهم هذوما في النوار؟ صب 540,000 دولار وهو صب الفلوس، يقول شريك قبضت، هو صب الفلوس باش يعمل فيرسمون، وعندي فاتورة اللي صب بها. ما فهمتش المشكل وين هنا، شنو المشكل؟ هو قال صبيت، هو الروسيت لازم تصب أون دولار تصب في البنك. أي روسيت كاملة خاطر كله بيه. روسيت بالدولار. بيه. هو صب 540,000 دولار. الوغ وقال انا هو 170 140 الف دولار في 235 جي 329 مليون 29 مليون معناها الاخرين وين مشاو، وجا فيرمون من عند جمعيه 42 الف دينار، وجا عمل فيرسمون ب 24 الف دينار. ساعه هذوما الفيرسمون ثم الغازي من الغازي الليبي خلص عمل فيرمون ب 42 الف دينار، والسويح الليبي عمل فيرسمون ب 24 الف دينار، ديجا دو سامبل ودوبل. الوغ الجمعيه تخلص كل كيف كيف، شنو جاب خمسه جورات جاب هذايا ما جابش ستاف كامل كيف كامله، كيفاش يخلص 24 الف دينار؟ ما ثم حتى وثائق عمل فيرسمون. ثم ديفيرينس في لي شامب دوبل و لا 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 لا, لا, لا ما فماش هذايا. ثم عندنا رومي انجليز فيها 299 واحد، رومي انجليز خذيناها من الفيدراسيون من النزل اللي قامت فيه التظاهره، وعمل فاتوره صب فيها حتى الشركات لحتى الجمعيات، وما حدش قدامهم كل جمعيه شنو المبلغ اللي دفعته. باهي نزيدك حاجه اخرى، شنو يصب 140 ألف دولار والاخرين صرفهم في نتاع الريان القطري. الريان القطري عندي رسوم مخلص 17580 دولار و 880 دولار اكسترا عنده، يجيو 43 ألف دينار داكور. معناها كل كيف فما هكا الشرطه العراقيه، الشرطه العراقيه عندي رسوم خلصوا 41 ألف دينار 63 ديكلارا دخلوا 32 ألف دينار 975 وهما قاعدين تما ديفيريسا موا و 100 تروسا خلصوا 41 ألف دولار و 360 هو ديكلارا 32 ألف دولار. كل كيف معناها فما هكا فلوس ضايعه معناها كل كيف. هذوما اللي رسول اللي عندي اللي سانك رسول اللي دبرتهم انا ثم ديفيرونس موا قابض عليهم، واحده قابض عليها ذي رين قطري موان 6000 دينار من ديكلاري، وينهم 6000 دينار؟ والرسول عندي موجود شنو موثق يقول لي سي اسكندر مش وقته مش وقته. الشرطه العراقي موا 100 دينار ديكلاري، البشمركه العراقي خلص موان 12000 دينار، وين مشاو 12000 دينار؟ واضح يقول لك انا عمل ريسيت 140000 صبا في البنكه، جاي ما حتى قدام كل كيب عمل تابلو قال له الفلوس اخويا جبت لنا دوفيز اعطينا كيفاش؟ اعطينا لافيلاسيون تاع العباد اش خلصت؟ حط لهم ليست دي زيكيب هاي قدامك الفاتوره، هو صب على شركه ما فما حتى شركه وما حتى قيمه قدام كل فريق اش خلص؟ يعني في الفلو كله في الفلو وفما ويحكي شركه وما شركه. عندي انا الكوميسيون دورغانيسيون وكلها خالصه، وشركه هذا الكونترا اللي عملوا اللي قال سيانيس ما جا شيء للكونترا يعني يقدح فيه الكونترا، حاطت شنو هي لوبجي نتاعها؟ اني ما 50 ألف دينار تعطيها ديجا تسبق 42 ألف دينار قبل ما تبدا الدوره، ما عندوش فلوس باش يخلص 42 ألف دينار مازال ما بداتش الدوره، عنده ريغلومون عطاه 3 روسيو خذاو صحوا احنا الشيك باش يخرجوه 200 دينار يصحوا فيه تريزوري وبريزيدون فيدراسيون. ما فهم خليك تختم سي يوسف، شنو كيفاش نجمو نحوصلو هذا الكل؟ اكيد برشا نقاط استفهام في الكلام اللي قلته الكل. خويا توا شوف انا عندي معطيات وعندي وثائق، انا تمنيت كان جاء هو ما حبش يجي، قال عنده هو مذكر عنده مشكله شخصيه اللي اتصلنا به ورفض انه يجلس معنا. وانت قلت لي تحب تقابل معاه فاس فاس، ما عندي حتى مشكله ونخير يكون معايا صحيح بشي. كان فما حاجه بالحجه هو رفض، انا عندي معطيات انا احنا حابين انت تقول الكلام هذا اللي عندك هو يجاوبك كيفاش معناها شنو صار بالضبط، خاطر انا ما نجمش نحكم في بلاصته. ما يجم يضيف حتى شيء، هو قالها قال تو نشوف ودخل بعضه وقال ثم ديفيريسا تو نشوفها مع الشركه، انا شركه ما فما حتى شركه، قلت لك انا كوميسيون دورغانيسيون هو عملها وعندي خلاصاتهم هذوما كل عندي خلاصاتهم داكوردو عندي خلاصاتهم خلصهم كوميسيون دورغانيسيون يخدموا في الجامعه هذوما هما اللي خدموا ليفينمون ما فما حتى شركه، شركه تو جات شركه 250 دينار قلت لك عاد علاش نفكوا فيها انا باش نجيو نعطيو شركه 250 دينار، والشركه قال لوبجي دو كونترا باش تلهي بالترونسبور وليبرجمون ودرا شنو هو وباللاكوي في المطار والترونسبور ترونسبور فواتور يعني كل شيء مخلصته الجامعه تاع شنو هذه الشركه جابها خلاص 250 دينار. واه يعطيك الصحة سي يوسف محمود، هكا نوصلوا لختام زون ميكس اليوم، نتقابلوا كالعادة إن شاء الله السبت الجاي في نفس التوقيت من زون ميكس من الأربعاء حتى الخمسة متاع العشية في زون ميكس. شكرا عليا باشا في الإخراج، أجمل تحيات إسلام المتب. زون ميكس